هذا سد الرفيسة، سد كبير كبير جدا ما شاء الله. وهذا للناس في القوارب، في الكاياك، قوارب المستمتعين في هالأجواء. طبعا الأجواء هذه جميلة. وين ليش جميلة؟ الماء يتبخر ويسوي نوع من البرودة عند درجة الحرارة تقريبا هني في هالموقع. ما أقدر أقول لكم ليش، أنا ما عندي الميزان الحرارة في هالموقع، يمكن 27-26 في هذا الموقع الجميل ما شاء الله. الناس العالم تصور. هناك مسوين ألعاب مخصصة للأطفال اللي بعياله يلعبون. هناك البط، يعطون البط أكل، ناس تجمع على الطيور. أربعة مئة وعشرة. وهذا يحسب ويسوي الفاتورة. سوق خورفكان. السمك فريش، هي فريش السمك. $680 هذا كل الكمية، الحجم هذا الحجم، هذا الكوفر، هذا سمك الصال. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا أخواني. اليوم هاي الساعة الحين 5:15، متجهين إلى استراحة السحب. خلينا نشوف شروق الشمس من أعلى القمة هذه إن شاء الله. فحلو الجو ما شاء الله. صور يلتقط بعض من الصور الجميلة. صور صور يا أخوي. المناظر الحلوة، شروق الشمس، نفس الطريقة، طريقة الزقزاق، يعني علشان تكون سهولة للسيارة في الصعود، وتكون سهولة يكون عدم الانحدار أو الصعود بحدة شديدة. لازم كل صعود جبل لازم زقزاق. الآن وصلنا 260 متر 70، الارتفاع 300 الآن
300 متر مكتوب ما شاء الله. شوف الغيوم هناك مهيئة لسقوط الأمطار، مهيئة لسقوط الأمطار. شوف كيف هذه قربت الاستراحة، قربت الاستراحة. الحين تقريبا يمكن حول 500 متر. درجة الحرارة الآن 28. كل ما ترتفع شيء طبيعي، كل ما ترتفع عن سطح البحر تنقص درجة الحرارة. دشينا في السحب، هذه الاستراحة عن قريب. نعم 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 وصلنا الاستراحة، ما شاء الله ما شاء الله. الاستراحة ما شاء الله جميل جدا. الارتفاع 580، هذا الارتفاع مبين هني. الجو 27 درجة حرارة، ما شاء الله. شوف السحب كيف من على القمة. ما شاء الله ما شاء الله. يبغينا تصوير فاست موشن. ارجع اجيب الموبايل واخليني عشان التقط صور فاست موشن ونمتعكم في هالمنظر الجميل. فوق ما في غروب عاد. كان 580 متر ما شاء الله. مخصصين أماكن ألعاب للأطفال. هذا المنظر الجميل ما شاء الله من فوق. يحبون التصوير، يحبون التقاط الصور الجميلة. منظر جميل، يحبون القصة. هذا عبارة عن مطعم وكوفي يعني. ما في رسوم بوابة، بس الكاميرا تاخذ رقم السيارة عشان يبين عندهم انت كم دقيقة ركبت، ساعة نص ساعة الوقت اللي قضيته. احنا قضينا تقريبا ساعة ونص. شوف الرسوم كم، نخبركم ان شاء الله. صار علينا رسوم الساعة الاولى 10 دراهم، اذا دشت الساعة الثانية يصير 20 درهم، استوى علينا 30 درهم تقريبا. يعني الواحد يجي استراحة
يقضي ساعة أقل من ساعة علشان يدفع 10 دراهم ويرجع. 10 دراهم هاي شيء رمزي جدا 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 جدا. تقعد لك 45 دقيقة فوق تتمنظر على المناظر والسحب وهي تتداخل مع الاستراحة. صارت معاي طرفة، حطيت الموبايل ثبتته لمدة ساعة كاملة علشان أصور فاست موشن، فرجعت له بعد ساعة فاتضح أني ما ضغط على زر التصوير فاضطريت أجي ثاني يوم علشان أصور ساعة فاست موشن، فالحمد لله قدرت أحصل على الفاست موشن. كله خاطر عيونكم مشاهدين ومتابعين.